وثلاثون زائد 39 39 زائد 55 زائد 14 كم النتيجة؟ 144. يلا كتبي 144. يلا مثال آخر. 35 بسرعة زائد 95 زائد 5 زائد 70 زائد 22 كم النتيجة؟ 222. يلا 222. جيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوتشون سروبا لتعلم الحساب الديني. في هذه الحصة إن شاء الله دائما وتتمة للحصص السابقة سنقوم بمجموعة من التطبيقات فيما يخص قاعدة المساعد الكبير. هنا لدي في المثال الأول لدي هنا العدد 25، أمثل العدد 25 زائد 11 وضيف العدد 11. ماذا نلاحظ هنا؟ أن عدد الخرزات كافية زائد 13 أضيف العدد 13، الخرزات كافية زائد 31. هنا لكي أضيف العدد 1 ماذا نلاحظ؟ أن عدد الخرزات غير كافية، مساعد الكابل للعدد 1 هو 9، نطرح 9 وننشط 10. هنا لكي أنشط العدد 10 ماذا نلاحظ؟ عدد الخرزات غير كافية، هنا أطبق المساعد للعدد 1، أطرح 40 وأنشط 50، أضيف 30 لأن أضيف 31 زائد 89، أضيف 9 في الوحدات، الخرزات كافية لكي أضيف العدد 80 في العشرات. ماذا نلاحظ هنا؟ عدد الخرزات غير كافية، أنشط المساعد الكبير للعدد 8 كما تعرفنا على ذلك سابقا هو 2، أطرح 20 وأنشط 100 والنتيجة 169 وأكتب 169. المثال الآخر لدي هنا، يعني الأعداد يجب فقط أن أركز وأطبق القواعد اللازمة، يعني طريقة سهلة جدا ستتعودون عليها إن شاء الله يعني مع التمارين ومع القيام بأكبر عدد من التطبيقات. لدي هنا العدد 32، أمثل 2 في الوحدات 3 في العشرات زائد 14. هنا ماذا نلاحظ؟ عدد الخرزات غير كافية لإنجاز العملية، وهنا أبحث عن مساعد العدد 4، وكما تعرفنا سابقا هناك مساعد الصغير للعدد 4 هو 1 والمساعد الكبير للعدد 4 هو 6. يعني سألاحظ أي من القاعدتين سأطبق. مثلا إذا أردت أن أطبق المساعد الكبير للعدد 4 كما تعرفنا سابقا هو 6، هنا لا أتوفر على العدد 6 لكي أطرحه، يعني مباشرة سأطبق المساعد الصغير للعدد 4. ولا قاعدة، يعني ملاحظة ثانية، بدون أن أفكر في أي قاعدة، ما القاعدة التي سأطبقها؟ لدي هنا 5 غير ناشطة، مباشرة سأطبق المساعد الصغير، أطرح 1 وأنشط 5. هنا 14، 10 لدي الخرزات كافية، زائد 13 أضيف 3 في الوحدات، لدي الخرزات كافية، ولكي أضيف 10 في العشرات ماذا ألاحظ هنا؟ عدد الخرزات غير كافية، والعدد 1 كما ذكرنا في الحصص السابقة يعني هو عدد مشترك بين القاعدتين. مباشرة لدي هنا 5 غير ناشطة، سأطبق المساعد الصغير للعدد 1 هو 4، أطرح 40 وأنشط 50 زائد 40. هنا ماذا نلاحظ؟ عدد الخرزات كافية، وهنا زائد 1. لاحظوا معي جيدا، لكي أضيف هنا العدد 1 في محور الوحدات ماذا نلاحظ؟ أن عدد الخرزات غير كافية. هنا بما أن 5 عندي ناشطة، يعني مباشرة سأطبق المساعد الكبير للعدد 1 هو 9، سأطرح 9 وأنشط 10. عندما أردت هنا أن أنشط العدد 10 وجدت نفس الشيء، أن عدد الخرزات غير كافية، 5 ناشطة سأطبق نفس القاعدة أيضا، مساعد 10 هنا هو 90، يعني مساعد 1 هو 9، أطرح 90 وأنشط 100 والنتيجة 100. لدي هنا في المثال الآخر 72، أمثل العدد 72 زائد 14. ماذا نلاحظ هنا؟ لكي أضيف العدد 4 في الوحدات أجد عدد الخرزات غير كافي، يعني مباشرة بما أن 5 غير ناشطة أطبق المساعد الصغير للعدد 4 هو 1، أطرح 1 وأنشط 5 زائد 10. هنا أضيف 10، يعني الخرزات كافية، زائد 13 أضيف 3 في الوحدات وعشرة في العشرات، الخرزات كافية، زائد 91. هنا لكي أضيف العدد 1 ماذا نلاحظ؟ أن عدد الخرزات غير كافية، وبما أن 5 ناشطة يعني مباشرة سأطبق المساعد
الكبير للعدد واحد هو 9، أطرح 9 وأنشط 10. لكي أنشط هنا العدد 10 ماذا وجدنا؟ أن عدد الخرزات غير كافي أيضا. هنا أطبق نفس القاعدة التي رأيناها سابقا، يعني مساعد واحد 9، أطرح 9 وأنشط 10 وزائد 90. يجب أن أضيف العدد 90 هنا. ملاحظة مهمة جدا يجب أن تنتبهوا إليها، يعني عندما مثلا أطبق القواعد سواء مساعد كبير أو مساعد صغير، خصوصا في العدد العشرات، المئات، الآلاف إلى ذلك، يجب أن أركز أنني أضفت العدد الوحدات وعدد العشرات، لأن البعض منكم يعني قد يضيف مثلا العدد الوحدات وطبقت فيه مساعد الكبير وينتقل مباشرة إلى العدد الآخر حيث ينسى، يعني ينسى إضافة عدد العشرة. تركزوا جيدا في هذه الملاحظة. زائد 10 هنا لكي أضيف العدد 10، ماذا نلاحظ؟ أن عدد الخرزات غير كافية. مباشرة لدي هنا 5 ناشطة، يعني سأطبق مباشرة قاعدة المساعد الكبير للعدد واحد هي 9، أطرح 90 وأنشط 100 والنتيجة 200 وأكتب 200. المثال الآخر لدي هنا، يعني فقط القليل من التركيز خصوصا مع العشرات، يعني كما ذكرت عندما نطبق المساعد الكبير في الوحدات قد ينسى البعض إضافة عدد العشرات. يعني هنا أضيف عدد الوحدات حتى أنتهي منه وأطبق القاعدة، ثم أنتقل إلى عدد العشرات، يعني قد أجده عملية بسيطة أو قد أطبق فيها قاعدة. المهم يجب أن أركز أنني أضفت عدد الوحدات وعدد العشرات معا. لدي هنا العدد 36 زائد 19، هنا لكي أضيف العدد 9 لا أجد الخرزات، يعني عدد الخرزات غير كافي. بما أن 5 ناشطة سأطبق المساعد الكبير للعدد 9 هو 1، أطرح 1 وأنشط 10. هنا أضفت 9، يجب أن أنتقل إلى العشرات لكي أضيف هنا 10، ماذا نلاحظ؟ أن عدد الخرزات غير كافية. بما أن 5 غير ناشطة، يعني مباشرة سأطبق المساعد الصغير للعدد 1 هو 4، أطرح العدد 40 وأنشط 50. زائد 14، أضيف 14، الخرزات هنا كافية. 11، هنا لكي أضيف العدد 1 في الوحدات الخرزات غير كافية. بما أن 5 ناشطة أطبق المساعد الكبير للعدد 1 هو 9، أطرح 9 وأنشط 10. زائد 11، يعني يجب أن أضيف عدد العشرات، تذكروا هذه الملاحظة جيدا. زائد 20، هنا ماذا نلاحظ؟ عدد الخرزات غير كافية لكي أضيف العدد 20 في العشرات. مباشرة هنا ملاحظة الأولى، ألاحظوا أن لدي خرزة 50 نشيطة، يعني مباشرة سنطبق قاعدة المساعد الكبير للعدد 2 هو 8، أطرح 80 وأنشط 100 والنتيجة 100. المثال لدي هنا 14، أمثل العدد 14 زائد 16، ماذا نلاحظ هنا؟ لا أستطيع إضافة العدد 6 في الوحدات، أبحث مباشرة عن مساعد العدد 6، مساعد 6 مباشرة هو 4، لأن 4 يعني مساعد 6 4، أطرح 4 وأنشط 10. 16، أضيف 16 زائد 16 مرة أخرى، نلاحظ أن هنا عدد الخرزات كافية، أضيف 16 زائد 52، الخرزات كافية 52. هنا زائد 2، ماذا نلاحظ هنا لكي أضيف العدد 2؟ أن عدد الخرزات غير كافية. بما أن 5 نشيطة، يعني مباشرة سأطبق المساعد الكبير للعدد 2 هو 8، أطرح 8 وأنشط 10. هنا لكي أضيف العدد 10، ماذا نلاحظ؟ أنني عدد الخرزات غير كافية. هنا بما أن 5 ناشطة، يعني سأطبق المساعد الكبير للعدد 1 هو 9، أطرح 9 وأنشط 10 والنتيجة 100 وأكتب 100. يعني في هذه المرحلة يجب أن تكون القواعد، يعني خصكم تكونوا ضابطين القواعد، حافظينها عن ظهر قلب. لدي مثال آخر هنا، 51، هذه أمثلة تقريبا مبسطة لفهم، يعني متى نستعمل المساعد الصغير المساعد الكبير. لدي هنا 18، أضيف 18 الخرزات كافية، زائد 19، المساعد 9 هنا مباشرة هو 1، أطرح 1 وأنشط 10 وأضيف 10 تاع 19، زائد 9، لدي المساعد الكبير للعدد 9 هو 1، أطرح 1 وأنشط 10. هنا زائد 3، لكي أضيف العدد 3 في الوحدات نجد أن عدد الخرزات غير كافية لإنجاز العملية. بما أن الخرزة 5 ناشطة، يعني مباشرة سنطبق المساعد الكبير للعدد 3 هو 7، أطرح 7 وأنشط 10. لكي أنشط هنا 10، ماذا وجدنا؟ أن عدد الخرزات غير كافي، يعني إذا وجدت عدد الخرزات غير كافي أطبق مساعد العدد 1، يعني أريد أن أضيف
هنا 10 وقيمة الخرزة هي واحدة في هذا المحور، بما أن عدد الخرزات غير كافي سأبحث عن مساعد العدد واحد. يعني قد أطبق المساعد الصغير كما رأينا في بعض الأمثلة، وقد أطبق المساعد الكبير. بما أن 50 هنا نشطة، يعني مباشرة سأطبق المساعد الكبير للعدد واحد هو 9، أطرح 90 وأنشط 100. هاد الملاحظة ضروري تنتبهوا لها، ضروري أن تضبطوها جيدا. مثلا إذا كانت لدي 40 وأريد أن أضيف 10، 5 غير نشطة سنطبق المساعد الصغير وأطرح 40 وأنشط 50. إذا كانت لدي 90 وأريد أن أضيف 10، أطبق المساعد الكبير أطرح 90 وأنشط 100. لدي هنا 55 زائد 5 مساعد 5 كما عرفنا عليه، يعني العدد 5 غير مشترك بين القاعدتين، مباشرة أطبق المساعد الكبير للعدد 5 هو 5. نطرح 5 وننشط 10 زائد 9 هنا الخرزات كافية، زائد 18 هنا عدد الخرزات غير كافية، 8 مساعد 8 مباشرة 2، أطرح 2 وأنشط 5، 10 تاع 18 زائد 19 هنا مساعد 9 هو 1. يعني الأعداد الأكبر من 5، عندما أذكر 6 7 5 6 7 8 مباشرة أطبق المساعد الكبير. في هذه العمليات الأعداد المشتركة بين المساعد الكبير والمساعد الصغير هي 1 2 3 4. هنا إذا كانت الخرزة 5 نشطة أطبق المساعد الكبير، إذا كانت الخرزة 5 غير نشطة أطبق المساعد الصغير. الأعداد الأخرى 5 6 7 8 9 فيها أعداد مشتركة بينها وبين القاعدة التي سندرسها مستقبلا إن شاء الله، وهي قاعدة المساعد الكبير للعدد 5. يعني حاولوا أن تضبطوا الفرق بين المساعد الصغير والمساعد الكبير، لكي يعني عندما نصل إلى الفرق بين متى نستعمل المساعد الكبير والقاعدة الأخرى المتبقية، يعني أن تجدوا الأمر يعني باش يجيكم سهل. ماذا أضفت هنا؟ أضفت 55، سأعيد العملية، 55 زائد 5 زائد 9 زائد 18، توقفت هنا، زائد 19 هنا لكي أضيف العدد 9، مساعد 9 مباشرة هو 1، أطرح 1 وأنشط 10، هنا أضفت 9 فقط. يعني يجب أن أنتبه لكي لا أنسى أن أضيف عدد العشرات. لكي أضيف العدد 10 هنا ماذا نلاحظ؟ لا أتوفر على يعني عدد الخرزات غير كافية، بما أن هنا لدي العدد الخرزة 5 نشطة، يعني مباشرة أطبق المساعد الكبير للعدد واحد هو 9، أطرح 90 وأنشط 100 والنتيجة 106 وأكتب 106. لدي هنا 25، أمثل 25 زائد 11، الخرزات كافية أضيف 11، زائد 14 هنا الخرزات غير كافية، مساعد 4 هو مباشرة عند لدي هنا 5 نشطة، يعني مباشرة سنطبق المساعد الكبير للعدد 4 هو 6، أطرح 6 وأنشط 10. لاحظوا معي جيدا، هنا أضفت فقط العدد 4، يجب أن أضيف العدد 10، يعني الملاحظة التي ذكرتها سابقا. هنا لكي أضيف العدد 10 ماذا أجد؟ عدد الخرزات غير كافية لكي أضيف العدد 1، العدد 1 أصغر من 5، ومباشرة لدي هنا 50 غير نشطة، يعني أي قاعدة سنطبق؟ فكروا معي قليلا، نعم سنطبق المساعد الصغير للعدد 1 هو 4، مطرح 40 وأنشط 50 زائد 45، الخرزات كافية، زائد 5 هنا مساعد الكبير للعدد 5 هو 5، أطرح 5 وأنشط 10. ماذا نلاحظ هنا؟ عدد الخرزات غير كافية، مباشرة لدي هنا 5 نشطة، أطبق المساعد الكبير للعدد 10 هو 1 و9، أطرح 90 وأنشط 100 والنتيجة 100. يعني هذه الأمثلة مبسطة للشرح، مثلا عندما نجد عدد الخرزات غير كافية في العشرات ماذا نطبق؟ هل المساعد الكبير أم المساعد الصغير؟ لدي هنا 16، أمثل العدد 16 زائد 13، الخرزات كافية، زائد 8 مساعد، مباشرة 8 أكبر من 5، مساعد الكبير لعدد 8 2، أطرح 2 وأنشط 10. 18 ماذا نلاحظ هنا؟ العدد الخرزات غير كافية لكي أضيف العدد 18، مباشرة مساعد 8 هو 2، هنا لدي 18، يعني سأضيف العدد 8 وبعدها أطبق قاعدة لكي أضيف 10. مساعد الكبير للعدد 8 2، نطرح 2 وننشط 10. هنا لكي أضيف العدد 10 في العشرات ماذا ألاحظ؟ أن عدد الخرزات غير كافية، هنا بما أن لدي 5 غير نشيطة
سنطبق المساعد الصاغر للعدد 4 واحد وأربعة، أطرح 4 وأنشط 50 زائد 44 أضف 44 بطريقة بسيطة وأكتب 99. المثال الآخر لدي هنا 12، أكتب 12 زائد 19، المساعد 9 هنا الكبير هو 1، مباشرة 9 أكبر من 5، أطبق المساعد الكبير، أطرح 1 وأنشط 10 وأضيف 10 تاع 19 زائد 13 الخرزات كافية، زائد 55 الخرزات كافية، زائد 1 هنا لكي أضيف العدد 1 عدد الخرزات غير كافي. لدي هنا 5 ناشطة، يعني مباشرة سأطبق المساعد الكبير للعدد 1 هو 9، أطرح 9 وأنشط 10. عندما أردت أن أنشط العدد 10 ماذا وجدت هنا؟ أن عدد الخرزات غير كافي لإنجاز العملية. مباشرة 5 ناشطة سأطبق المساعد الكبير للعدد 1 هو 9، أطرح 99 وأنشط 100 والنتيجة 100. يعني 30 زائد 9، هنا شرحي لي شنو القاعدة طبقنا، زائد 8 المساعد الكبير، المساعد الكبير للعدد 8 كم؟ زائد 2 كنحيدو 2 نشطو 10، شنو ما لقيناش 10 هنا شنو غنديرو؟ مزيان طبقنا المساعد الكبير والمساعد الصغير في نفس العملية. زائد 55 كم النتيجة بسرعة؟ 105. يلا اكتبي النتيجة. صفر المعداد بسرعة، 23 زائد 7 زائد 70 زائد 77، النتيجة 177. 20 زائد 8 زائد كم؟ 70 زائد 66، كم النتيجة؟ 166. يلا اكتب النتيجة بصح. يلا 21 زائد 9 زائد 70 زائد 11، كم النتيجة؟ 111. 88 زائد 7 زائد 60 زائد 7 زدتيها زائد 60 زائد 55، سي بيان، كم النتيجة؟ 110. يلا اكتب النتيجة بسرعة. مثال آخر لدي 88 زائد 7 زائد 60 زائد 55، كم النتيجة؟ 200. يلا مثال آخر 55 زائد 55 زائد 55 زائد 55، كم النتيجة؟ 120. جيد. وبهذا نكون قد أنهينا حصة اليوم. إذا أردتم عمليات بالنسبة للمئات والآلاف دائما باستعمال المساعد الصغير والمساعد الكبير، اتركوها لي في التعليقات لكي أخصص حلقة خاصة بهذه العمليات. المهم أتمنى أن تكونوا قد تمكنتم من فهم هذه القواعد جيدا، ولا تنسوا دائما القيام بأكثر عمليات، يعني بأكبر عدد من التطبيقات حتى تثبتوها جيدا، لأنه هذه القواعد في البداية تحتاج إلى بعض التفكير، ولكن مع الممارسة والتطبيقات يعني تحسبونها بتلقائية، يعني ستتمكنون من الحساب بتلقائية بدون تفكير في القاعدة، ولكن هذا المستوى ستصلون إليه إن شاء الله بعد القيام بتطبيقات كثيرة إن شاء الله. المهم لا تنسوا للإشارة فقط، أن البعض يسألني على متى سنبدأ مثلا حصص الضرب والطرح. للإشارة كما ذكرت سابقا أن القناة تخطو خطوة بخطوة، يعني عندما ننتهي إن شاء الله من الجمع سننتقل إلى المستويات الأخرى خطوة بخطوة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.